كل سنة وانتم طيبين. ضيافة اسيا وحلقات العيد لسه مستمرة. النهاردة برضو منيو او عزومة من عزومات العيد، هنعمل مع بعض ثلاث اصناف احلى من بعض. هنعمل في الاول سمك سلطان ابراهيم او سمك البربوني باني، هنعمل له حشوة جديدة وتتبيلة جديدة حلوة جدا. وهنعمل مع بعض كمان البرياني بتاع الجمبري، وده طبق خليجي مشهور جدا، عملنا كتير البرياني في البرنامج بس المرة دي هنعمله بالجمبري. هنعمل كمان سلطة فاخرة، سلطة البحارة أو سلطة دو بيشر، ودي من المطبخ الفرنسي وتشهرت أكتر في البلدان بتاع البحر الأبيض المتوسط. أول حاجة أنا هحتاج السلطان إبراهيم أو البربوني أو المرجان الأحمر اللي في مصر بيسموه، وهحتاج أعمل له خلطة باني. الخلطة دي هحتاج كوبايتين من الدقيق، معاهم معلقة صغيرة من بودرة البصل، معاهم معلقة صغيرة من بودرة الثوم، وهحتاج كمان معلقة صغيرة من الشمر المطحون. وده سر التتبيلة بتاعت البربوني النهاردة. وهنحتاج بيضتين، مش هنسى الملح طبعا، وهعمل كوباية من اللبن بس اجيب مضرب البيض. لازم الخليط اللي عندي ده يبقى شبه القطايف او عجينة القطايف. وانا بقلب بالشكل ده، زي ما قلت عايزة القوام زي عجينة القطايف. فهي تقريبا كل كوبايتين دقيق بياخدوا من كوباية لكوباية ونص من اللبن، بس هي كوباية يعني من اللبن. وبالراحة وانا بخفق المكونات مع بعض. هي قربت كده العجينة تبقى في قوام القطايف اللي قلنا عليه. صدقوني التتبيلة دي او الخلطة دي من احسن الاشياء او الخلطات اللي ممكن تعملوا بيها السلطان ابراهيم او البربوني. سلطان ابراهيم ده الاسم بتاعه في الخليج او في الاسم العربي عامة. تمام، شوية بسيط وهتكون جهزت. ومش هنتبل السمك غير بشوية ملح وفلفل وشمر، او حتى مش هنحتاج فلفل، ما بحبش ادخل فلفل اسود مع خلطة الشمر. اهي ده القوام المناسب بتاع الجيب او الغموس بتاع البربوني اللي هنبطن فيه البربوني. عندي هنا سمك بربوني، هحتاج ان انا اخد السمك شوية كده اتبله بالشمر المطحون وشوية الملح بس عشان اضمن ان نكهته كويسة. وعندي هنا الدقيق سادة، هرتب بقى. يعني الوصفة سهلة جدا، ما فيهاش مكونات كتير وما فيهاش خطوات كتير، بس نكهتها في الاخر حلوة قوي. عندي هنا البربوني هحطه، خلوني انا بحب اشتغل على البلانشة عشان اخد شكل السمك. هحطه في الدقيق الاول بالشكل ده، يلا. وطبعا الزيت غسير الالية بتاعتي. هاخد بقى الدقيق وعديه في زي عجينة الدونتس اللي انا عاملاها دي او القطايف، وبعدين انزل بيه في الزيت الحار. نعيد واحدة تانية مع بعض. عندي السمك البربوني بالشكل ده، وبعدين يعدي في العجينة اللي انا محضراها،
كده انا بحافظ على لحم السمك، طعمه بيبقى حلو قوي، ما فيهوش يعني نكهات كتير، بس نكهة الشمر مسيطرة قوي على الموضوع. تمام كده اهو، ودايما نفضوا السمكة من فوق لتحت عشان تخرجوا الفائض بتاع الدقيق. اهو، وانزل بيها في الزيت بتاع القلية. ممكن تتفننوا اكتر في البربوني، انا صراحة ساعات لما يعني في ناس بتلاقي ان الشمر طعمه شوية قوي، مع ان انا مش بشوف ان هو قوي وبيمشي اكتر مع البربوني. ممكن تزودوا كمان بشر برتقان وبشر ليمون للخلطة دي، بيديها برضو طعم حلو قوي وبتبقى لذيذة جدا. والخلطة دي ممكن تعملوها للبربوني، ممكن تعملوها كمان للموسى، وممكن تعملوها للميرلون، كلها انواع بتمشي مع الخلطة دي. ممكن كمان الجمبري الكبير او المتوسط، هو كمان بيمشي حلو قوي. اهو، افكركم انه العجينه دي ما هياش حاجه صعبه. كل اللي عملناه كوبايتين من الدقيق، بيضتين، معلقه صغيره من بودره الثوم، معلقه صغيره من بودره البصل، وعجناهم بكوبايه لكوبايه ونص من اللبن حسب الدقيق بيحتاج قد ايه. بعد كده خلينا او تبلنا البربوني بالشمر المطحون وبالملح والفلفل، او حتى بلاش الفلفل لو حاطين شمر، لانه الشمر بيبقى لسعته شويه قريبه للفلفل. وبعد كده بنعديه في الدقيق السادة، وبعدين بنعديه في الخليط بتاع العجينة دي، حالها حال الدونتس. وهبتدي لازم الزيت يكون غزير عشان خاطر العجينة تتقلي كويس قوي. اهو، صدقوني هيعجبكم قوي البربوني بالشكل ده. انا بقوله سلطان ابراهيم، ده الاسم اللي تعودت عليه بصراحه. هجيب الزيت بتاع دايما المنديل بتاع المطبخ ده بيمتص فائض الزيت. اهو شوفوا السمكه بتبقى متغلفه ازاي. وصدقوني السمك بيستوي من جوه وبيبقى جميل جدا، زي التمبوره لو تفتكروا اللي عملناها في البرنامج او من المطبخ الاسيوي بتاعت الجمبري، كانت بتمشي بنفس الكونسبت هي كمان او نفس المبدا. دي كانت اول وصفه معانا النهارده، واللي هي الجمبري او البربوني بالبادي او اللي هو بخلطه القطايف دي اللي بتمشي معاه في الطاسه. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نعمل باقي وصفات النهارده. ما تنسيش ان احنا عندنا برياني الجمبري، وعندنا كمان سلطه فاخره جدا للعيد بتمشي مع الاسماك. اشوفكم بعد الفاصل.